صغاري الأعزاء، نفتح الكتاب على صفحة رقم 66 لنبدأ بحل التمارين معا. والآن يا صغاري الأعزاء نقرأ المكون أتعلم وألون، ونلون حرف القاف بأشكاله الثلاثة. والآن يا صغاري نرسم دائرة حول حرف القاف في الكلمات التالية: قارب، قرد، إبريق. قارب، قرد، إبريق. والآن يا صغاري الأعزاء نشاهد أمامنا الآن صورة قارب. نقرأ كلمة قارب ونضع دائرة على حرف القاف: قا قارب، قا قارب. ممتاز، أحسنتم، هذا هو حرف القاف، نضع عليه دائرة. والآن يا صغاري الأعزاء ننتقل للصورة الثانية. ماذا تشاهدون أمامكم الآن؟ ممتاز، صورة قرد، صورة قرد. نقرأ كلمة قرد، نقرأ كلمة قرد، ونضع دائرة على حرف القاف في كلمة قرد. ممتاز، أحسنتم. وهنا يا صغاري نشاهد صورة ماذا؟ ممتاز، صورة إبريق، صورة إبريق. نضع دائرة يا صغاري على حرف القاف في كلمة إبريق، في كلمة إبريق. ممتاز، أحسنتم.